السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نضيف سيلينج ويكون متقسم لمثلثات ويكون المثلثات دي فيها ميل. ان شاء الله يعجبكم الدرس. من اركتكتشر هبدأ ارسم الغرف اللي انا عايزها. وليكن مثلا الشكل دوت. وبعد كده هبدأ اقول له ان انا عايز ارسم شوية خطوط عشان تساعدني في الرسم. اهوت وليكن مثلا اهو. طبعا دي خطوط عادية خالص. بالشكل دوت تمام. طيب دلوقتي هروح بقى للماس واقول له ان انا عايز اعمل ماس. طيب هسهل على نفسي شويه وابدا ارسم شويه خطوط تساعدني. من اركتكتشر هقول له ان انا عايز ريفرنس بلان. ممكن نخلي ليفل 2 ده ريفرنس بلان فيهم او نرسم احنا واحد خاص بينا بالشكل دوت. ويقول هنسمي ده مثلا واحد اتنين تلاتة. طيب اروح بقى لليفل 1 وهقول له من الفيو رينج عشان ما يحصلش بس اي مشاكل خليها لحد ليفل 2 صفر. وليفل 2 اعتقد كان 4000. طيب هروح بقى للماسنج واقول له امبليس ماس اوكي. واقول له ان انا عايز احط ريفرنس ليا نقطة. طيب النقطة دي تبقى عبارة عن ايه؟ مرة هنحطها في واحد ومرة هنحطها في اتنين. اهو ده مثلا هنا في واحد هنا واحد هنا واحد. طبعا مش هنحط كله في واحد لان احنا لسه هنحط في اتنين وتلاتة تمام. فممكن بعد كده اقول له ايه هنحط في اتنين. طيب بعد كده هقول له حط لي في تلاتة ونشوف بقى ايه النقط اللي مجتش معانا قبل كده ونحطها. طيب تعالى بقى نشوف الشكل ده في 3D هنلاقي فعلا النقط اهيت. طيب ممكن اقول له تعالى هنا على الجرافيكس وخلي الشغل شفاف شويه. بس يبقى شايفين الشغل. هروح بقى للريفرنس واقول له ان انا عايز ارسم لاين و 3D سنابينج. وابدا اقول له مثلا من النقطه دي لدي 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 بحيث ان انا اقدر اكمل المثلثات بتاعتي بالشكل دوت.
هنكمل لسه، بس انت ممكن تعمل سيلكت على 3 اشكال زي كده وتقول له كريت فورم، وتختار مثلا شكلين تانيين زي ده وده، وتقول له كريت فورم. طبعا الشكل ده كبير شوية، فانت تقدر تنزله كده بحيث يعني كأنه ايه 1 مللي ولا حاجة. يعني ممكن ده كله بعد ما نخلص نعلم عليهم كلهم ونخليهم مثلا ايه سمك 10 مثلا. تمام، نكمل ريفرنس، واخترت دوت، وهقول له بقى ايه من هنا لهنا لهنا لهنا. وزي ما اتفقنا هتعلم عليهم وتقول له create form، كل 3 هتعلم عليهم وتخليهم create form. وبعد ما تخلص هتعمل select على الشكل بتاعك وتخليه كله 10، بحيث ان هي تبقى شكلها مناسب للسيلينج. بعد كده ممكن تعمل سيلكت عليهم كلهم وتروح داخل على فلتر وتقول له انا مش عايز الريفرنس لاين ولا الريفرنس بوينت، انا عايز الفورم وعايز اخليه السمك بتاعه 10 بالشكل دوت. وتقدر تقول له بقى ايه فينيش ماس، وتقدر تقول له بعد كده اركتكتشر، وتقول له ان انت عايز تخلي تعرف على ان هو فلور باي فيس. تقوله كريت روف، يبدأ بقى هو يعمل لك الروف، وتقدر تغير نوع الروف والخصائص بتاعته من هنا.